أيضا بفقرتنا الطبية لهذا اليوم مشاهدينا نتحدث عن البهاق اللي يعد أحد الأمراض الجلدية المنتشرة بالعالم، لأنه أبرز أعراضه هو ظهور بقع فاتحة اللون على الجسد وعلى الجلد بشكل عام، فهو يسبب زوال اللون الطبيعي للجلد في شكل بقع بيضاء واضحة، ممكن يكون شامل للجسم كله أو ممكن يكون بمكان واحد فقط. فسبب ظهور هذه البقع وهل هي خطرة أو معدية على صحة الإنسان؟ طبعا راح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع مع الدكتورة حلا. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا فيك. قبل ما ننتقل لموضوع يمكن حلقتنا نتحدث شوي عن الخبر اللي قبله، هل فعلا النساء أكثر لوم لأنفسهم بحالة الفشل؟ بتوقع أنه ممكن ممكن لأنه إحنا هيك شوي حساسين زيادة عن اللزوم ومشاعرنا دائما طاغية، فممكن يعني الرجال لعبيها صح وراحوا لسوء الحظ وخلوها برأس الحظ. نعم دكتورة، يمكن اليوم إحنا نتحدث في موضوع حلقتنا على البهاق، وإحنا نعرف أنه هناك انتشار لهذا المرض في الوطن العربي بشكل عام. نعم. اليوم هل هناك أسباب معروفة وواضحة لهذا المرض أو أنه ممكن عوامل محفزة لظهور بعض الحالات؟ طبعا كما في كل بداية وهج إحنا بدنا نشرح شو هو البهاق أو ما هو تعريفه. البهاق هو عبارة عن تصبغ جلدي أو تغير في لون الجلد، ممكن يظهر على سطح الجلد أو البشرة الخارجية على شكل بقع. سبب هاي البقع اللي هي أغلب الأحيان بتكون فاتحة اللون أو تتميز باللون الأبيض، سببها وهو قلة أو أنه يصير عندنا عدم اتزان بصبغة الميلانين أو بخلايا الميلانوسايت اللي هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الصبغة الجلدية للجلد. فلما يصير عندنا ديفكت معين أو خلل في الخلايا المسؤولة عن إنتاج هاي الصبغة، فممكن أنه يتغير عندنا لون البشرة وممكن أنه نلاحظ وجود بقع فاتحة اللون في معظم أو في أحد مثلا مناطق سطح البشرة. إذن التغيير اللي بيصير عندنا اللي هو ديفكت معين بالخلايا المسؤولة اللي هي الميلانين المسؤول عن إنتاج الصبغة الجلدية. طبعا إيش السبب في أنه بيصير عندنا خلل في هاي الخلايا؟ إنه الخلايا المناعية للجسم بتهاجم هاي الخلايا، فهي بتثبطها أو إنه بتمنعها عن إنه تقوم بإنتاج اللون الطبيعي للجسم، فلذلك بيختلف عندنا اللون وبتظهر على شكل بقع بيضاء. نعم. طيب دكتورة اليوم يعني هل لون البشرة ممكن يأثر؟ يعني الأشخاص اللي بشرتهم لونها أغمق ممكن يكونون هم معرضين أكثر أو الأشخاص اللي بشرتهم لونها أفتح؟ هلا اختلاف لون البشرة بشكل عام ما بلعب دور. ممكن إنه السبب يعني، وكان في أبحاث ودراسات طبية وعلمية كتيرة بتقول إنه ممكن مرض أو موضوع البهاق يكون وراثي، يعني إحنا بنعطي نسبة ممكن 20% إنه يكون وراثي، بس لغاية اليوم ما في أي أبحاث تثبت 100% إنه هذا المرض وراثي. زي ما حكينا هو عبارة بيكون عن خلل أو اختلال في الخلايا المسؤولة عن تصبغ الجلد. نعم. فإنه يكون معدي لسه ما في مثلا دراسات أثبتت بأنه هذا المرض معدي عن طريق اللمس أو عن طريق طرق أخرى، أو أنه وراثي ما في أشياءات مثبتة 100% بأنه هذا المرض وراثي. هلأ بالنسبة للبهاق في عنا بعض العوامل اللي هي ممكن أنه تزيد عنا من حدة هذا الموضوع. من هاي العوامل أو إحدى هاي العوامل اللي هو التعرض لأشعة الشمس، لأنه بكل الحالات بتكون البقعة مثلا هي فاتحة اللون، فلما إحنا نتعرض لأشعة الشمس بنعرف أنه الشمس بتعمل على إغمقاق لون البشرة، فلما تغمق البشرة حوالين البقعة اللي مثلا أنا أو المريض منصاب فيها بالبهاق، فإحنا هنا ببين عنا الاختلاف. فهذا أحد العوامل أنه إحنا نتعرض لأشعة الشمس الحرارية ممكن أنه تزيد عنا من مرض البهاق. نعم. طيب دكتورة يمكن أنا أريد أسألك عن نقطة وهو موضوع كلش متوارد عندنا بموضوع يعني بما يخص البهاق. يقال أنه إحنا ما يصير نجمع، ما إذا أكلنا مثلا سمك تغدينا ما يصير ناكل من بعده أو نشرب من بعده شيء بألبان أو أجبان، لأنه هذا الشيء ممكن يسبب لنا بهاق. هل هذا الموضوع حقيقي أو لا؟ يعني زي ما حكينا لا مش بكل الحالات. إحنا طبيا وعلميا كتير بالأيام هاي بتتوارد والناس بيحكوا أشياء، ممكن أنهم يناقشوا أشياء وممكن أنه تطلع إشاعات بشكل عام عن أي موضوع، بس أنه أبحاث علمية أثبتت وجود هذا الموضوع يعني ما في. أنا بحكي لك أبحاث 100%، وإحنا بنرجع نحكي أنه البهاق هي أصلا حالة نادرة، يعني مثلا
مثلا من بين كل 100 الى 150 حاله ممكن احنا نلاقي حاله، فهاي الحاله زي ما احنا وضحنا ممكن يكون منها نسبه قليله انه وراثي، بس على الاغلب ما لها سبب وراثي، وهي بتيجي حكينا من مهاجمه الخلايا المناعيه اللي هي الاوتو اميون سيلز اللي هي بتهاجم عنا الخلايا المسؤوله عن انتاج اللون او الصبغه الجلديه بجسمنا. نعم، يعني الموضوع يرجع للجهاز المناعي بالجسم. Exactly. نعم. طب هل هناك أنواع معينة؟ يعني هل هناك نوع عن نوع آخر يختلفون؟ نعم، في عنا النوع الأول هو بنقدر نحكي اللي هو النوع العام. النوع العام من البهاق أو الجنرالايزد اللي هو عبارة عن بقع بتظهر في أماكن مختلفة أو عديدة بالجسم، مثلا بالوجه أو بالأقدام أو بالأيدي أو مثلا في منطقة معينة من البطن. فهذا الشيء بيكون إنه إحنا بيظهر عنا بقعة معينة في أماكن محددة. وفي عنا النوع اللي هو اللي بيكون نقدر نحكي localized اللي هو الموضعي اللي بيظهر عنا مثلا في منطقة واحدة فقط. وفي عنا النوع الثالث اللي هو بيظهر بالأطفال أو بالبيبيز الصغار الانفنتس، وطبعا هي حالة برضو جدا نادرة بس ممكن أنه يظهر نعم عند الأطفال منذ الولادة. حلو. فهي طب هو بشكل طبيعي يعني من الأحوال الطبيعية متى يبدأ يظهر عند الأشخاص؟ من أي عمر؟ يعني ما في عمر محدد، زي ما حكينا بمجرد بدء هاي الخلايا بأنها بطلت تفرز أو تعطينا مثلا الميلانين فإحنا هنا بتبلش هاي المشكلة بالظهور. ممكن أنه الإنسان يلاحظها بقعة ظهرت، اختلاف باللون معين، فإحنا لما تظهر هاي البقعة وكذا لازم إحنا نروح نفحص نشوف الطبيب نتأكد هل هي مثلا بداية فعلا للبهاق أو هل هي مثلا حساسية أو عدوى من نوع أخرى، وإحنا على أساسه نتأكد منها. حلو. طب نفرض أنه اليوم لا سمح الله راح بعض يعني احد الاشخاص وفحص وطلع بهاق، شنو هو العلاج وهل العلاج يكون موحد لجميع الانواع؟ هلا طبعا زي ما حكينا اي مرض ممكن يكون في منه حده بالمرحله اللي احنا واصلينها، وممكن انه المرض هذا يكون في له بدايه حده ونهايه للمرض. هلا اذا كان المرض ببدايته ممكن نعم انه احنا نعالجه، دائما احنا بنذكر وبنحكي انه الطب تطور والعلم تقدم، وهلا صار عندنا يعني اغلب الامراض اللي ممكن تصيبنا ممكن يكون في لها حل ولو مش جزئي مثلا كامل. فمرض البهاق ممكن انه نعالجه بعده اساليب، من هاي الأساليب اللي هي الكريمات الموضعية، الكريمات اللي بتحتوي على مادة الكورتيزون اللي احنا بدنا نذكر انها مهمة جدا في العلاج من أغلب الأمراض الجلدية مثل مرض البهاق. فهي الكريمات بتكون موضعية، ممكن احنا على استخدامها على المدى البعيد انه نستخدمها مثلا بوصفة طبية معينة، وممكن انه تخفف عنا من حدة المرض اذا كنا احنا بالمراحل الأولى من مرض البهاق. في عنا غير الكريمات الموضعية أجهزة الليزر أو اللي هي أجهزة التصبغات اللونية اللي هي عبارة عن أجهزة، مثلا أنا البقعة اللي ظهر لي فيها البهاق ممكن أنه يروح أو باستخدام هذا الجهاز أعمل على تلوينها أو أعمل لونها مقارب لنفس لون الجلد، يعني إحنا زي كأنه بنخفيها. تمام. وطبعا في عنا عدة أساليب أنه الناس هاي الأيام بيروحوا بيعملوا موضوع التاتو، أنه أنا ظهر لي بقعة معينة ممكن أنه أنا أروح أعمل عليها تاتو. هذه النقطة فعلا أنا جايدة أسأل عنها، هل هناك خطورة للموضوع؟ يعني ممكن نعم أنه يصير عنا خطورة، وإحنا ما بننصح بهاي الطريقة بالعلاج. طبعا يفضل زي ما حكينا كريمات موضعية، أجهزة معينة اللي ممكن هي تحفز عنا اللون وأنه تغير لون البقعة مثلا بحيث يصير مساوي لنفس لون الجلد، أو أنه إحنا نروح نعمل تاتو على البقعة فممكن أنه يكون خطير وممكن أنه ترتب عليه أثار سلبية عدة. يعني أتمنى أنه إحنا هذه النقطة بالذات نأخذها بعين الاعتبار، أنه اليوم الأشخاص اللي عندهم بهاق لأنه هذا صار الموضوع مؤخرا مثل الترند. نعم. كل الناس دي يلجأوا له، لا خطر جدا أنه إحنا نجري التاتو بمكان البهاق. طيب دكتورة اليوم هل هناك حلول وقائية لهذا الموضوع؟ يعني هل هناك ممكن بعض الأطعمة بعض الأدوية اللي ناخذها تعزز عندنا موضوع إفراز صبغة الميلانين، أو هذا الموضوع يعني ما زال حتى الآن غير وارد؟ نعم، يعني هلا يعني ما بقدر أحكي لك إشي محدد أو تحديدي، لأنه زي ما حكينا هذا المرض هو مرض مناعي، يعني إحنا بيكون أوريدي موجود في جيناتنا من الولادة، بس مع الأسف عند نقطة معينة أو مرحلة أو عمر معين بصير عندنا عوامل ممكن تحفز
ظهور هذا المرض. أما هو المرض من الولادة بيكون موجود بالجينات وممكن أنه يصير أو يتسبب عنا بأي عمر، بس منوصل لمرحلة معينة أنه بيجينا تحفيز أو الجينات بتكون موجودة فتحفز هاي الجينات وبظهر عنا هذا المرض. كسبب للوقاية منه أو أنه إحنا نمنع أنفسنا يعني ما في شيء معين. إحنا دائما منذكر أنه دائما نستخدم الواقي الشمسي، نحاول نتجنب أشعة الشمس اللي هي الحارقة، في يعني أشعة شمس تختلف، في البسيطة في العادية في كذا، وأكيد أنه لازم نتجنبها عشان إحنا ما نفاقم عنا الموضوع لو أنه لا سمح الله موجود هذا الإشي بجيناتنا. نعم. طيب حلو الدكتورة، اليوم هل إذا تم إهمال الموضوع ممكن يأخذ منحة آخر؟ نعم، ممكن أنه إذا ما بلشنا بالعلاج بالكريمات الموضعية مثلا أو بأجهزة الليزر اللي ذكرناها ممكن أنه المرض يتطور، وزي ما حكينا هو في منه أصلا مراحل وفي منه أشكال عدة. يعني ممكن إذا كان المرض عندنا في بقعة معينة يعني بمكان محدد من الجلد أو من الجسم ممكن أنه فيما بعد ينتشر، فأكيد ممكن أنه يتطور ويتفاقم عندنا لمراحل أكبر. نعم. طب اليوم هو مو معدي، هذه نقطة همين أرد أوضحها ضرورية جدا، لأنه الوارد انه لا البهاق معدي، هل هو معدي ام لا؟ في دراسات يعني اختلفت الدراسات بخصوص موضوع البهاق من ناحيه العلاج ومن ناحيه زي ما حكينا هل هو وراثي او لا ومن ناحيه العدوى، لكن دراسات تثبت وتؤكد انه فعليا هذا المرض معدي، يعني ما عندنا لغايه الان اي شيء ملموس. نعم، يعني اليوم هناك ممكن حل للعلاج سواء كان عن طريق الليزر او عن الاشعه اللي نسمع عنها. يعني في حل اللي هي الأشعة الليزر زي ما حكينا، بأنه نخفي البقعة أو بأنه نعمل على تحفيز هاي الخلايا، بس إحنا بكل الحالات وهج بدنا نذكر أنه هاي الخلايا أصلا فقدت السيطرة مثلا على إفراز مادة الميلانين، فمن الصعب جدا يعني إرجعها، يعني بتصير عندنا ديد سيلز، يعني خلايا هي أصلا ميتة وللأسف خلايا المناعية بالجسم هاجمتها. فكعلاج مؤكد أو أنه إحنا نحسن أو نحاول نعالج هاي الحالة هو علاج نادر. نعم أكيد دكتورة، شكرا جزيلا لك لوجودك ويانا ولكل هذه المعلومات شكرا اللي قدمتيها، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. إن شاء الله.